السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نصدر الشغل من الريفت ليونيتي؟ في ادنس اسمها تو يونيتي، هقول له موديل، تمام. بيقول لي انت عايز الماتيريال معاك ولا لا. دي اهم حاجة عندي، ان انا اخد بالماتيريال، تمام، بدل ما اخد الموديل هناك واتعب او اوديه على الماكس او كده. لا، هو ياخده كده بالماتيريال، فده هيوفر لي شغل كتير قوي. طيب، هو ياخده ويمتلي اسمه اوبجكت، احطه على الديسكتوب واسميه ام، اوكي، واقول له سيف. وممكن الواحد يصدره من خلال الاف بي اكس او الاوبجكت، بس ما دام هياخد الماتيريال تبقى حاجه ظريفه، تمام. ممكن تقول له لا انا عايزها او هو تحول كل اوبجكت واحد، بس هتتعب شويه في موضوع الماتيريال. في ناس بتحل موضوع الماتيريال ده من خلال انها تصدره للماكس، وهناك في الماكس في كذا سكريبت بيحل الموضوع دوت. طيب، بعد كده هروح لليونيتي واقول له انا عايز هنا ادخل importing new asset. هروح هنا اقول له انا عايز اللي هو الانسر اوبجكت او جي، فيبدا يعمل لي انسرت للانسر دوت. ما خدش وقت خالص دوت، تمام. ممكن اقول له انا عايز احطه هنا، العنصر موجود اهو معانا. تقدر تعمل سيلكت على اي جزء وتعدل في الماتيريال بتاعته زي ما انت عايز، تقدر تتحكم فيه تعدل فيه زي ما انت عايز. خلاص بقى جزء من البرنامج في اليونيتي، تقدر تعمل له سكريبت، تقدر تبرمج فيه جواه زي ما انت عايز.